هذه الغرفة الصغيرة ولد فيها بيتهوفن في عام 1770، كان مناسبة 69، ولكنها غرفة صغيرة جدا محدودة لا تليق بأن يموت أن يولد فيها عبقري، ولكن هكذا يولد العبقري. Okay. أنا الآن خارج من بيت بيتهوفن الذي ولد فيه. طبعاً هو هذا مش البيت اللي ولد فيه، ولد في ملحق صغير لأنه طلع من عائلة متواضعة، لكن هذا أصبح الآن هو المتحف وفيه الغرفة الصغيرة التي ولد فيها. طبعاً هذا البيت الرابع لعائلة بيتهوفن قبل أن ينتقل إلى فيينا وعمره 22 سنة. عندما انتقل إلى فيينا ومات عمره 57 سنة سكن في 60 بيت أو يقال 70 بيت، وكان يخرج من البيوت بسبب طبعا عدم رغبة الناس فيه وإزعاجهم له مع البيانو، وكذلك هو كان مصاب بالصمم وكان يعني صعب المراس وصعب التعايش معه. فهذا هو هذا البيت الجميل الذي ترون الآن. Okay. Okay. الآن أمام بيتهوفن الذي ولد في بيتهوفن. طبعا هذا مش البيت، كان هو مولود في بيت صغير جدا ملحق بهذا البيت، ثم تحول إلى طبعا متحف. هذا البيت 4 بيوت سكن فيها بيتهوفن في بول، لكن سكن في فيينا عندما انتقل لها في عمره 22 سنة سكن في 60 بيت. طبعا السبب انه كان يزعج الناس ومزعج للآخرين وكان صعب التعامل معه. طبعا هذا البيت يضم كل تراث بيتهوفن القادم عليه. هناك متحف آخر في فيينا. من حسن الأرض توقف المطر الآن.